السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. ومرحبا بكم في قناتكم وقناه يوميات سميه في ايطاليا. اليوم غادي نحضر معكم قطبان كيجيو رائعين، التتبيله سهله وزوينه بزاف وما تشبعوش منهم. المهم انا هنايا عندي القطبان، عندي الصدر ديال البيبي او الدجاج اللي بغيتو، اللي مقطع بحال هكا طريفات صغار مربعين بحال هكا. انا باقي شويه داير حيت يلاه جبتهم من الفريكو، جبتو الصباح وخليته يلاه كيطلق ليا شويه. المهم غادي ندوزو دابا، غادي نحضروا هاد التتبيله هذه اللي كتجي في هاد القطبان. هادو كيجيو صراحه رائعين وبنينين بزاف. المهم بقاو معايا ندوزو نتعرفوا على المقادير. هنايا غادي ندوزو للطريقه ديليكس. هنايا عندي واحد البصله، يعني عندي غير نص بصله اللي شلطتها مزيان بحال هكا، شلطتها رقيقه 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 بزاف. هنايا غادي ندير البصله ميم ثم، وهنا غادي ندير شويه ديال القزبر اللي مقطعته هو طريفات صغار هكا، وصافي. هنايا غادي نوضع واحد المعلقه كبيره ديال الصوجة. صراحه الصوجة كتوالم مع الدجاج او القطبان، كيجي واحد المذاق فيها زوين بزاف. صافي هنايا غادي ندير شويه ديال الخل. الخل كيعطينا هذاك الدجاج يكون هشيش بزاف، ما نشومه يعني غير معلق، كيجي هشيش وكيجي رطب. وهنا غادي نضيف واحد جوج معالق ديال الزيت ديال العود الاولى وها الثانيه. وهنايا غادي ندير واحد شويه ديال الثوم ديال البودره، الا عندكم الاخرى حكوها، انا غادي نضيف هنايا غير شويه. صافي وغادي ندوز هنايا، غادي ندير شويه ديال الابزار، غير شويه ماشي بزاف كما نتوما. نديرو التوابل شي شويه بحال هكا، ونديرو شويه ديال التحميره بحال هكا، وشويه ديال السكنجبير. هنايا غادي ندير شويه ديال الكركم غير شي شويه، نخرقو بحال هكا. هنايا غادي ندير واحد شويه ديال الزعتر. الزعتر صراحه كيعطي واحد البنه رائعه ما نقولش لكم، يعني كيعطي بنته هائله. صافي هنايا غادي نحكو هكا غير شويه بيدي بحال هكا. صافي صافي وندير. بالنسبه اللي كيبغيه، اللي ما كيبغيش يعني بلاش، يكتفي بلاش. هنايا غادي نضيف شويه ديال الملح، الملح كتبقى على حسب الذوق. انا درت هنايا غير شي شويه وصافي. هنايا غادي ندير واحد شويه ديال الخردل، اللي عنده اللي ما عندوش يعني بلاش. انا غادي نضيف هنايا غير واحد شويه، غير تقريبا بحال هكا يعني نص معلقه. صافي ما غاديش نقوي، كيجي حتى هو زوين. صافي وغادي نخلط كلشي. المهم انا غادي نخلط هكا بيدي باش يتخلط كلشي مزيان والتتبيله تدخل هاد الطيبات هادو ديال البيبي. هانتوما نسي هاد التسبيله هادي، راه كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف، غير جربوها غتولي عندكم معتمده. وممكن هاد القطيبات هادو القطبان ديروهم حتى للضيوف ديالكم، كيجيو زوينين هانتوما. صافي دابا هنايا غادي نخليها على الاقل واحد 3 سوايع المهم نتوما، نخليها في الثلاجه يعني حتى كتشرب مزيان هاد التسبيله هادي ونتلاقاو. صافي هنايا بعد ما خليتها مزيان حتى رقاد ليا، هنايا غادي نجيب هاد العويدات هادو صافي، وغادي نبدا نعمر القطبان ديالي المهم نتوما على هاد الشكل بحال هكا. صراحة كيجيو رائعين ما نقولش لكم. المهم حاولوا هكا تقادوهم ملي تكونوا كتخشيوهم في هاد العويدات هادو، باش في الطياب يجيكم ساهلين. صافي غادي نبقى غادي مستمر بحال هكا حتى كنسالي الكميه اللي عندي ونتلاقاو.
وصافي هنايا بعد ما ساليتهم غادي ندوز غادي نطيبوهم في البياسترا ديال البانيه. المهم على بركتي. وصافي هنايا انا كنسخن البياسترا ودهنتها بواحد شويه ديال الزيت بحال هكا، كندهن البياسترا ديالي كامله وكنحط فيها هاد القضبان هادو. وبالنسبه اللي باغي يطيبهم في الفاخر يطيبهم، كيبقى لكم الاختيار او ديروهم في الفران، ديروهم هكا شويه وتخشيوهم في الفران حتى هما كيجيو رائعين، وحتى في البياسترا كيجيو يا سلام، ما نقولش لكم كيجيو رائعين وفي واحد البنه يا سلام. المهم انا هنايا غادي نقادهم هكا بشويه بشويه، غادي نحط العويدات كاملين في بجوج جوايه صافي، وغادي نبقى هكا غاده مستمره حتى نطيب هاد القطيبات هادو ونتلاقاو. المهم انتوما صراحه كيجيو هائلين ما نقولش لكم، ودغيا كيطيبوا. المهم نتلاقاو في الشكل النهائي. هو صافي كان هذا هو الشكل النهائي ديال القطيبات ديالنا بعد ما طابوا سالاو. هنايا كيف ما كنقول لكم قدموا كيف ما بغيتوا. هنايا انا وجدت واحد صلاط كبيره غادي نديرهم ان شاء الله، غادي نرافقكم بهاد القطيبات ديالي. وانتم كيتزين كيبقى لكم على حسب، والتقديم كيبقى على حسب اختياركم. وهنايا كنقول لكم كيف ما العاده، الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك، واللي باقي ما شارك في القناه ديالي يدخل يشارك ويضغط على الجرس باش يوصلوا كل جديد. عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد.